شكري يؤكد لنظيره الأمريكي خطورة اتساع الصراع بالمنطقة وضرورة احتواء الأزمة بين إيران وإسرائيل. إصابة نازحين فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة. وفرنسا تستضيف اليوم مؤتمرا لدعم السودان بعد عام على بدء الأزمة. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم البداية مع ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك دانا. أهلا بحضراتكم والبداية مع التصعيد بين إيران وإسرائيل. شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن اتساع رقعة الصراع في المنطقة لن تصب في مصلحة أي طرف، ولن تجلب سوى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار لشعوب المنطقة. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد شكري حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة من أجل احتواء الأزمة الراهنة بين إيران وإسرائيل، واستمرار بذل قصارى الجهد من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية لاحتواء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لاحتواء التوتر الجاري وتعزيز فرص التهدئة ونزع فتيل الأزمات في الشرق الأوسط. أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران وإسرائيل، وذلك لنقل رسائل مصرية مهمة بضرورة التهدئة وتجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر وعدم الاستقرار. صرح سفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية قد أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكري غير المسبوقة ما بين إيران وإسرائيل بشكل ينظر بخروج الوضع عن السيطرة وتهديد استقرار المنطقة وتعريض مصالح شعوبها للخطر. هذا وطلب شكري نظيريها الإيراني والإسرائيلي بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن سياسات حافة الهاوية والاستفزازات المتبادلة. أكد وزير الخارجية أن مصر مستعدة لتكثيف جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة والتي تأخذ منحنى تصعيديا خطيرا لتزامنها مع استمرار أزمة قطاع غزة والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني. كما طالب الجانبين بإحكام صوت العقل والرشد وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية من أجل إيجاد حلول تحافظ على استقرار الشرق الأوسط وسلامة شعوب المنطقة. هذا كما شدد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ المطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبتيسير دخول المساعدات الإنسانية وبرفض أي إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك القيام بعمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية. تلعب مصر دورا مهما في البحث عن حلول سلمية تحقق مصالح شعوب المنطقة، كما تتبنى موقف ثابت بضرورة تجنب التصعيد، وحذرت مرارا وتكرارا من أن خروج الموقف عن السيطرة قد يجر المنطقة بأسرها إلى مواجهات تعرض كافة المصالح الدولية للخطر. المزيد في هذا العرض والزميل عمرو شهاب. أهلا بكم.
موقف مصر ثابت ومعلن تجاه أزمات المنطقة يتمثل في ضرورة تجنب التصعيد وسط تحذيرات متكررة من تدهور الموقف واشتعاله بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. مصر حذرت مرارا وتكرارا من أن خروج الموقف عن السيطرة قد يجر المنطقة بأسرها إلى مواجهات تعرض كافة المصالح الدولية للخطر ولن يستطيع أحد التنبؤ بمدى اتساعها، وهو ما حدث سواء في مضيق باب المندب ثم التوترات الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة. وتتمثل محددات الدور المصري فيما يتعلق بتلك التوترات في تبني مبدأ ضرورة أن يتم حل كافة المشكلات بالمنطقة بالطرق السلمية، وأن أي حلول عسكرية لهذه المشكلات لن تزيد المنطقة إلا اشتعالا وتوترا. وترى مصر أن أهم القضايا التي تؤثر على استقرار المنطقة هي القضية الفلسطينية، ومن ثم فإن مصر تبذل كل الجهود من أجل أن يتم التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية العرب المركزية. وتلعب مصر دورا مهما بهدف البحث عن حلول سلمية تحقق مصالح الشعوب وتؤدي إلى دعم مسارات التنمية والتقدم. وتحركت منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة من أجل احتوائها، ونجحت جهودها بالتنسيق مع بعض الأطراف المنخرطة بالأزمة في التوصل إلى هدنة إنسانية في نوفمبر الماضي، ورغم أنها لم تمكث طويلا. كما أجرت القيادة السياسية عشرات اللقاءات والاتصالات مع زعماء العالم على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة كمدخل رئيسي نحو تحقيق الهدوء، ثم الانطلاق في مرحلة لاحقة إلى استئناف عملية السلام بما يضمن في النهاية تنفيذ مبدأ حل الدولتين. كما سارعت مصر فور بدء الضربات الإيرانية على إسرائيل بالتواصل مع الأطراف المعنية لاحتواء الصراع ومطالبة الجميع بانتهاج سياسة ضبط النفس. وبالرغم من أن مصر قد تضررت اقتصاديا من التطورات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يحول دون أن تقوم بدورها ولم تنحاز إلى أي طرف، ولكنها انحازت إلى مبادئها والتزاماتها. ترى مصر أن المنطقة لا زالت تحمل كافة عوامل الانفجار، ومن ثم فإنها تطالب بوقف كافة الأطراف دون استثناء وبشكل فوري أي عمليات عدائية تقوم بها أيا كانت طبيعة هذه العمليات، والبدء بوقف إطلاق النار في قطاع غزة باعتبار أن هذه الخطوة سوف يكون لها تأثيرات إيجابية نحو تهدئة الموقف في المنطقة ككل. كما تؤكد مصر ضرورة التزام كل من إسرائيل وإيران بسياسة التهدئة وعدم القيام بأية عمليات انتقامية متبادلة، فضلا عن قيام الولايات المتحدة بدورها فيما يتعلق بالتحرك العاجل لتنفيذ مبدأ حل الدولتين وقيام مجلس الأمن بدوره في مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي دون إبطاء. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا عن محددات الدور المصري فيما يتعلق بالتوترات الإيرانية. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. تتبنى مصر مبدأ ضرورة أن يتم حل كل المشكلات التي تعاني منها المنطقة بالطرق السلمية، وأن أي حلول عسكرية لهذه المشكلات لن تزيد المنطقة إلا اشتعالا وتوتر. سرعت فورا بدء التوترات الإيرانية الإسرائيلية بالتواصل مع الأطراف المعنية لاحتواء هذا الصراع. مشاهدينا، للمزيد عن محددات الموقف المصري في سياق هذا العرض نتابع.
حرصت جدا، مش انا بس، انا وكل المصريين، على ان احنا نخفف ما امكن على اشقائنا في قطاع غزة. احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على ان المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وايضا لاغاثة اللي مطلوب اغاثته. أكد إن إحنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين سيغريت كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. يعقد اللقاء بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة. يتناول الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار عدوان قوة الاحتلال. منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة بذلت مصر كل الجهود الممكنة والمستمرة من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع جراء تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي. المزيد مشاهدينا حول أبرز الجهود المصرية لمساندة سكان قطاع غزة ولدعم القضية الفلسطينية نتابعه في سياق هذا العرض. يعد الجهد الإغاثي المصري في قطاع غزة هو الأهم والأكبر، حيث مثلت نسبة المساعدات المصرية للقطاع نحو 87%. المزيد سنتابعه في سياق هذا التقرير.
انطلاقا من إيمان راسخ بأن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من التاريخ والوجدان المصري، لم تدخر مصر جهدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لضمان استمرار نفاذ المساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. مصر التي لطالما اعتبرت القضية الفلسطينية هي قضيتها الأساسية حرصت على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في أكثر من مرة، وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها، فإن مصر ظلت ملتزمة بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوج الجنسية لضمان نفاذ المساعدات. القاهرة حرصت أيضاً على إقامة سلسلة من المخيمات في جنوب قطاع غزة، كان آخرها مخيم خان يونس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين من وسط وشمال قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية. كما حرصت القاهرة كذلك على تفعيل جسر جوي إنساني، حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية. وعلى مدى الشهور الماضية تواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية تزامنا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي. الجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كان الأهم والأكبر، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%، وهو ما يؤكد أن دعم القضية الفلسطينية بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري. تنفيذاً لتوجيهات رئيس السيسي يكثف منفذ رفح اللابري عمله لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين. أفاد مراسلنا بأنه تم إدخال 240 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح وكرم أبو سالم أمس الأحد 14 أبريل. تم أيضا إدخال 4 شاحنات غاز إلى القطاع عبر منفذ رفح، ومضيفا أن معبر رفح استقبل 30 مصابا فلسطينيا و37 مرافقا. We'll be right back.
أصيب عدد من النازحين برصاص الاحتلال خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة. أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن زوارق الاحتلال الحربي أطلقت النار صوب مئات النازحين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم في مدينة غزة ومحافظة الشمال عبر جسر وادي غزة، ما أدى لوقوع إصابات. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف جديد لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قصف طيران والاحتلال مسجدا في المخيم. هذا وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم طبية عثرت على جثامين عدد من الشهداء تحت السواتر الرملية والتي أقامها جيش الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. أوضحت أن قوات الاحتلال تسللت إلى حي المريج من مدينة نابلس وقامت بهدم بعض المنازل، ما أسفر عن اندلاع مواجهات مع المواطنين. تستضيف باريس اليوم مؤتمر دولي حول السودان بعد عام على بدء الأزمة، يشمل الاجتماع الذي تشارك ألمانيا فيه خصوصا في رئاسته شقا سياسيا على المستوى الوزاري من أجل محاولة إيجاد مخرج للأزمة، كما يشمل الاجتماع شقا إنسانيا هدفه تعبئة التبرعات وتقديم معونة ضخمة لمساعدة السودان. منذ اندلاع الأزمة في السودان بذلت مصر جهودا مكثفة على الصعيدين السياسي والإنساني من أجل احتواء الأزمة وخفض التصعيد. المزيد عن تلك الجهود نتابعه في العرض التالي. مصر تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة وأمن وسيادة السودان منذ اندلاع الأزمة الراهنة وضرورة التوصل إلى حل سياسي وتسوية سلمية للأزمة. مصر تستضيف قمة دول جوار السودان بناء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة دول الجوار السوداني لبحث تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى. بناء على توجيهات الرئيس السيسي، القوة المسلحة المصرية ترسل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والطبية إلى السودان لتخفيف الأزمة عن كاهل الأشقاء السودانيين. مصر تفتح معبري قسطل وأرقين البريين لاستقبال الآلاف من الأشقاء السودانيين الفارين من المعارك وأعضاء الجاليات المصرية والأجنبية. توفير مواد إغاثة ووجبات غذائية على الحدود وتقديم مساعدات عاجلة للوافدين وتقديم كافة أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية وكذلك وسائل النقل من المعبرين إلى مدينة أسوان والمحافظات الأخرى. إشادات عربية ودولية واسعة بالدور المصري في حل الأزمة السودانية وكذلك حسن استقبال الآلاف من السودانيين الوافدين عبر الحدود.
أوضاع صعبة تعيشها نساء في السودان بعد مرور عام على الأزمة والتي حولت حياة الملايين منهن إلى جحيم بعد تعرضهن للكثير من الانتهاكات، هذا فضلا عن النزوح واللجوء إلى دول الجوار. مع دخول الصراع في السودان عامه الثاني تتواصل معاناة المدنيين لا سيما النساء والفتيات جراء تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية وسط غياب الحلول السلمية للأزمة. معاناة النساء في السودان كشفت عنه منظمة الأمم المتحدة للمرأة التي أكدت أن النساء والفتيات يدفعن ثمنا باهظا جراء العنف والأزمة الإنسانية التي لا تزال غير مرئية بصورة كبيرة من قبل العالم. وبينما نبهت المنظمة إلى أن السودان الذي شهد نزوحا داخليا هو الأكبر في العالم، شكلت فيه النساء والفتيات نحو 53% من النازحين. حذرت أيضا من مخاطر تعرض أكثر من 700,000 أم جديدة للموت خلال الأشهر القادمة إذا لم يتم الاستجابة لاحتياجاتهن الغذائية والصحية. كما نبهت المنظمة المعنية بشؤون المرأة إلى تعرض أكثر من 6.7 مليون شخص في السودان للمخاطر القائمة على النوع، معتبرة أن الناجين من هذه المخاطر نادرا ما يكون في مقدورهم الحصول على الخدمات اللازمة أو إبلاغ السلطات بما تعرضوا له. واعتبرت المنظمة الأممية أن الصراع الذي يعصف بالسودان منذ أكثر من عام قضى على المكتسبات التي تحققت في اتجاه حقوق المرأة والاستقرار، وتركته يعاني من انعدام الأمن في الوقت الذي تواجه فيه البلاد خطرا من أن يخلق العنف المتنامي أكبر مجاعة في العالم. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية وهذه التذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. شكري يؤكد لنظيره الأمريكي خطورة اتساع الصراع في المنطقة وضرورة احتواء الأزمة بين إيران وإسرائيل. إصابة نازحين فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال غزة. وفرنسا تستضيف اليوم مؤتمرا لدعم السودان بعد عام على بدء الأزمة. ختاما لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور، جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة والشكر موصول للزميل أدانا متحة.